شخص تتمنى أن يحمل صفات أمك؟ زوجتي. عدا الأبواب شيء يمكن إغلاقه. باص. لعبة يفوز فيها من يقفز أعلى. القفز العالي. مهنة تتطلب قوة جسدية. البناء. سمي مدينة هندية. مدينة هندية. مومباي. عدا الأبواب شيء يمكن إغلاقه. الغاز. الغاز. الغاز مو الغاز قلت؟ اي الغاز. قلت الغاز بلكي اخذوه الغاز. ان شاء الله ممكن ياخذوه ممكن ما ياخذوه بس انا اعتقد وان شاء الله اجاباتك بها دقه يمكن تاخذ نقاط عاليه وهي 58 يعني سؤالين اذا صح مو تجي ان شاء الله تجي اكيد جاي جيب الكاس جيب هو دائما ابرح له اوقف يمي وخلي نشوف الجمهور الحلو مو نعم اذا خلينا نشوف النقاط مال الاخ عز الدين اخ عز الدين 58 نقطه يعني ممكن سؤالين صح تاخذهم صح وتفوزون اليوم تتوقع مو؟ إن شاء الله إن شاء الله يا الله إذا السؤال الأول كان شخص تتمنى أن يحمل صفات أمك علي قال ابنتي أخذ 32 نقطة أنت قلت زوجتي البارحة خسرتك زوجتك اليوم تربحك لو لا زوجتي صح 20 نقطة لا بأس ما باقي شيء 38 نقطة إن شاء الله الشباك هو السؤال الثاني كان جواب للسؤال الثاني اللي سألناه لعلي واخذ 18 نقطة هو عدا الأبواب شيء يمكن إغلاقه أنت قلت باس وبعدين رجعت عليك بالوقت اللي انتهى مع الأسف ما أخذوه ما ردت تقول أنت قلت قنينة الغاز وهذا صح إغلاقه منظم شو صارت صعبة؟ لا سهلة. 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 السؤال الثالث لعبة يفوز فيها من يقفز أعلى قال القفز بالزانة علي 33 نقطة أخذ أنت قلت القفز العالي القفز العالي واو واو 25 نقطة باقي اثنين سؤالين و 187 نقطة يعني جد باقي لك 13 نقطة صح؟ صح السؤال الرابع كان مهنة تتطلب قوة جسدية قال عامل 28 نقطة أخذ أنت ايش قلت؟ البناء يعني مهنة البناء البناء خلينا نشوف لربما تجيك نقطة جيدة أو لربما ننتقل للسؤال الأخير الخامس اللي هو سمي مدينة هندية البناء البناء خلينا نشوف ايش قد خلي السؤال الجاي أبي عز الدين رائعين اليوم كانت حلقة مميزة رائعة بوجود فريقين من أروع ما يمكن